في هذه المسابقة يعني حرصت اللجنة التنفيذية على أن تكون المسابقة يعني تشمل جميع ربوع ليبيا الحبيبة، وفي العام السابق شارك حتى من خارج ليبيا، كانوا الطلبة من مدن زليطن ومصراتة ومسلاتة والجبل الغربي وكذلك الجنوب ومن جدابية ومن الشرق الحبيب، فكل ربوع ليبيا شاركت في هذه المسابقة، وتقريبا وصل عدد الطلبة الذين شاركوا في قائمة التسجيل جاوزوا 100 طالب، ولكن الذين شاركوا حوالي 73 أو 74 طالبا، وكان التنافس يعني على مستوى راقي جدا، وكان يعني حتى التمييز بينهم صعب لدرجة كبيرة، ونسأل التوفيق للجميع، ولا شك أن كل من شارك هو موفق وناجح ومتحصل على ترتيب عند الله سبحانه وتعالى، ولكن مقتضى المسابقة يقتضي أن احنا ناخذ 3 ترتيب الأولى، ونسأل التوفيق للجميع، والشكر لقناة التناصح على هذه الفرصة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.